السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على قناتنا دي تعليم مع فيديو جديد في تصحيح مادة اللغة العربية المراقبة الثانية للدورة الأولى بالنسبة للمستوى الثالث. التمرين الأول: السجوع على غرار. لدينا هنا جملة: لم يمضي وقت طويل حتى دق الجرس. إذا خصنا نعمل جملة بحال هذا المثال تتوفر على لم وحتى. سأعطي مثالا وعلى كل تلميذ أن يعطي جملة المناسبة له. لم يمضي وقت طويل حتى عاد أبي. هذا غير المثال، كل تلميذ سيعطي الجملة المناسبة له. التمرين الثالث: أدخل النواسخ الفعلية على الجمل التالية مع الشكل التام. لدينا هنا جمل علينا إدخال عليها النواسخ التالية: صار، كان، أصبح. الماء بارد. إذن صار الماء باردا، صار الماء باردا. إذا نلاحظ هنا الكلمة الثانية بالضمة والكلمة الأولى عفوا بالضمة والكلمة التالية بفتحتين. الجو ممطر. كان الجو ممطرا، كان الجو ممطرا. البحر هائج. أصبح البحر هائجا، أصبح البحر هائجا. التمرين الثالث: أتمم الجدول. لدينا هنا الماضي المضارع الأمر، الضمائر: أنت، أنت، أنتما. أنت كتبت، إذا الفعل كتب. أنت كتبت، أنتما كتبتما، بالنسبة للماضي. المضارع: أنت ترسمين، فعل رسم. أنت ترسم في المضارع، أنت ترسم. أنتما ترسمان، في الأمر لدينا هنا أنتما راجعة، فعل راجعة. أنت راجع، أنت راجعي. إذن أنت راجع، أنت راجعي. التمرين الرابع: أتمم الجمل الثانية بتاء مناسبة. لدينا هنا جمل علينا إتمامها بالتاء المناسبة، أي التاء المبسوطة أو التاء المربوطة. اشترت، فعل، إذا نضيف هنا التاء المبسوطة. اشترت أمينة، اسم، نضيف التاء المربوطة. دمية اسم، تاء مربوطة. رائعة اسم، تاء مربوطة. إذن اشترت أمينة دمية رائعة. الجملة الثانية: الطفلة، تاء مربوطة. الصغيرة مربوطة تحت الشجرة. الطفلة تاء مربوطة، الصغيرة مربوطة تحت الشجرة، تاء مربوطة. الجملة الثالثة: تعلمت، فعل، إذا التاء مبسوطة. الرسم والكتابة تاء مربوطة لأنه اسم، في المدرسة، اسم تاء مربوطة. إذا تعلمت الرسم والكتابة في المدرسة.